بالنسبه لبرنامج اوراش، اخر الارقام اللي عندنا، هذا برنامج كيف ما كتعرفوا كان في البرنامج الحكومي، وكنا درنا واحد الجوله فيها تقريبا 56 يوم، غادات التنصيب ديال صاحب التعيين ديال صاحب الجلاله نصر الله، واتفقنا على واحد يعني شفنا لي تيريتوار، شفنا تقريبا 12 جهه في هذا هذا كان زعما واحد المجهود عطى برنامج اوراش. وبرنامج اوراش كيما الى عقلتوا الفلوس ديالو كلهم الميزانيه ديالها كلها محطوطه عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكلفنا واحد العدد اللجان اقليميه فيها المجالس الاقليميه وفيها الادارات كذلك وفيها بعض الفعاليات باش تنتقي الاشخاص وتنتقي المشاريع عبر جمعيات. فالعدد الجمعيات وانطلق هذا الشيء، يعني الانطلاقه الرسميه كانت في يناير، ولكن الانطلاقه الفعليه لان كان خصو نظام معلوماتي، كان خصو تنظيم بشري، كان خصو مساطر ديالو، وما خصناش نطيحوا في البيروقراطيه، وفي نفس الوقت ردين بالنا على هذيك الميزانيه باش ما يكونش استعمال في غير محله، باش نبقاو في واحد الاطار. يعني البرامج الكبار ديما عندهم واحد المخاطر ديالهم كاين يكون فيهم دي ريسك. فملي درنا هذا الشيء كامل، دابا يمكن لكم تقولوا ان برنامج اوراش في العمر ديالو كاين تقريبا واحد 5 شهور. في هذه 5 شهور راه وصلنا لتقريبا 80,000 مستفيد، اللي ماشي على الاوراق، اللي غيتوصلوا بالاجره ديالهم في نهايه اكتوبر 2022 بالضبط 79,226.